بسم الله الرحمن الرحيم. محمد محتيش، الكاتب العام للمكتب المحلي مراكش التابع للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب. أول شيء كنشكر الجسم الصحفي بمدينة مراكش أو على الصعيد الوطني لمواكبتهم لهذه المجهودات اللي كتقوم بها مجموعة من القطاعات، ومن بينهم قطاع المخابز والحلويات كنموذج على واحد القطاع اللي كنعتبروه وقف في الخط الثاني للدفاع او لمواجهة هذا الفيروس اللي هو فيروس كورونا المستجد. الاشياء اللي قام بها المكتب المحلي ديال مراكش برئاسة السيد عبد العاطي دباج وبتنسيق مع المكتب الوطني برئاسة السيد الحسين أزاز، قمنا بواحد دوريات، مجموعة من النشرات ودوريات لجميع المخابز على صعيد المدينة لتذكيرهم بالاحتراز أكثر وبتذكيرهم بعض التدابير الوقائية الإضافية، لأنه تدابير النظافة الاعتيادية هذيك راه مشمولة دائما في جميع المخابز، إضافة لمجموعة من التدابير اللي من بينها أنه تخصيص في صالة البيع مثلا تخصيص ممرات خاصة للزبائن، يعني ما يعني دخول مكان الدخول ومكان الخروج، واحد شرائط لاصقة على الأرض لتحديد لاحترام ديك المسافات الأمان اللي حدوها المختصين في متر ونصف حتى لجوج الأمتار. يعني هذو من بين الاحترازات اللي قمنا بها، تعقيم الأبواب الدخول والخروج والطاولات على رأس كل ساعة أو ساعتين على حسب ساعة الديروة أو لا ساعة فراغ، يعني بين أوقات الديروة. مجموعة من الإجراءات أخرى هي ارتداء القفازين يعني والمسائل تغطية الوجه والمسائل يعني الاعتيادية هذيك راه كيقوم بها جميع الشعب المغربي الحمد لله الآن. إضافة في المختبرات تم عزل وتقليص عدد العمال باش تكون ديك المسافة بين العامل والآخر كتحتار من المسافة القانونية، إضافة للتعقيم يعني لي بلون ترافاي اللي كيخدموا عليهم. كاينين بعض المخابز اللي هي رائدة في هذا المجال كتستعمل يعني آلات، دخلت آلات وتقنيات جديدة اللي كتقلل من تدخل اليد البشرية مع اون كونتاكت مع المنتوج، وهذا كيخليه أقل عرضة لانتقال العدوى، هذا زيادة في الاحترازات اللي درنا. من بين المسائل الأخرى اللي قام بها المكتب المحلي لمراكش وهذه سابقة على الصعيد الوطني، أنه قام بتموين وتزويد الأطقم الطبية اللي هي اللي قاطنا في مجموعة من الوحدات الفندقية، بتزويدهم بكل ما يتعلق بمنتوج الخبز والمشتقات ديالو من معجنات حلويات، يعني كل ما اللي كيخصهم راه كيلقاوه تزويد بالمجان من طرف المكتب. هذا بتضافر مع السلطات الولائية وبمساهمة الفيدرالية الوطنية لفنون الطبخ، يعني هذه مجموعة من المبادرات. كاين مبادرات أخرى اللي جاية في الطريق إن شاء الله غنعلن عليها في وقتها، كنبشر بها إن شاء الله الناس على الصعيد الوطني اللي غتكون إن شاء الله غادي تكون سابقة إن شاء الله على الصعيد الوطني. وشكرا للجميع.